مرحبا، أنا رازان جسمي من ولاية القصر. تعتبر الغابات هيبة من الله تعالى لنتمتع بالمناطق الخضراء الجميلة التي تنقي لنا الهواء، لكن الحرائق تحول هذه الغابات وهذه الجنات إلى رماد. ولأن رمضان يجمعنا، نصيحتي لكم في هذا الشهر الكريم هي الامتناع عن حرق الأعشاب الضارة والشجيرات الجافة، عدم رمي المخلفات القابلة للاشتعال، عدم رمي السجائر من النوافذ في المساحات المفتوحة. بيئة سليمة من أجل الحياة المستديمة. إلى اللقاء.